مساء الخير على الجميع. احنا دلوقتي على بوابات اسكندرية الصحراوي، داخلين اسكندرية في اتجاهنا لقلب اسكندرية. هنشرح شرح سريع كده ايه للحاجات اللي هتقابلنا. طبعا ايه، على اليمين هنا في مسجد اهو، في حمام، لو ايه لو محتاج تخش ايه تخش حمام ولا حاجة، لأن أنت من بعد النوبارية، من بعد سيركل كي، مفيش إيه؟ مفيش تولت نهائي. التولت ده معقول، مش وحش. أه، إحنا حتى وقفنا عشان نوريه، بس إيه؟ نوري للناس من أول ما تعدي البوابات على طول. تمام، وفي شيل أوت إكسبريس بتبيع شوية سناكس وحاجات دي، وسيركل كي جنبيها على طول. دي الكلام ده ملاصق لإيه؟ ملاصق للبوابات مباشرة، يعني مجرد ما تعدي البوابة اقف. وزي ما قلنا مفيش تواليت من بعد النوبارية، يعني من بعد شيل اوت اللي في النوبارية مفيش حاجة محترمة يعني. بعد كده في قصر الغربية، ده بتاع مندي ومشويات وكلام من ده، وشكله كويس، أنا ما جربتوش قبل كده بس شكله كويس. وأون ستوب برضه بتاع إيه؟ بتاع سناكس وحاجات دي. تمام، دي الثلاث اربع اماكن اللي هم ملاصقين ايه، ملاصقين للبوابه مباشره، بحيث لو حبيت ايه، لو حبيت تقف بعد البوابه تعمل ريست ولا حاجه، محتاج اي حاجه، هتلاقي كام مكان دول ايه يلبوا لك احتياجاتك. السرعه هنا 90 بالنسبه للملاكه. يا جماعه، مجرد ما عديت بوابات اسكندريه في اتجاهك لاسكندريه، السرعة هنا 90 و80 بالنسبة للفانات، و70 بالنسبة للنقل، و60 بالنسبة للمطورة. وادي اليافطة بتاعت ايه، بتاعت السرعات كلها 90 80 70 60. تمام، انت كنت جاي على الصحراوي كان سرعتك 120 كملاكي، هتنزل بقى من 120 دي بتاع ده ل90 لحد ما توصل عند كارفور محرم بيه، يعني من البوابات لكارفور محرم بيه 90 ملاكي 80 فان. في لادرات خلي بالك، احيانا بتبقى متحركه، وفي كذا كذا لادار ثابت هنوضحهم برضو واحنا ماشيين ايه، ماشيين دلوقتي خلال الطريق. اول مدخل هيقابلنا دلوقتي اليافطة اهي جاية، مدخل غازات الصحراء الغربية اللي بيقولوا عليه مدخل النهضة. تمام، يعني هو اسمه كده على الورق، بس هو ايه، هو بيقولوا عليه مجازا كده مدخل النهضة. في بعض المصانع وحاجات كتير، يعني اغلبها منشآت ايه، منشآت تجارية كبيرة، مصانع تغليف ومصانع كاوتش وحاجات من دي، يعني بيقولوا عليها منطقة النهضة. والمدخل اللي جاي ده بقى مهم قوي، دي منطقة تجنيد وتعبئة اسكندرية. المدخل ده بعد أول مدخل بعد النهضة على طول. تمام، ده كل طبعا الشباب اللي بيتجند جديد بيجي منطقة التجنيد هنا. تمام، لو انت جاي من ناحية القاهرة، مجرد ما تعدي البوابة اول مدخل بتاع النهضة، تاني مدخل بتاع التجنيد. لو انت جاي من اسكندرية هتعمل يوترن من على البوابة نفسها. تمام، وعملت يوترن ورجعت هتفوت دخلة النهضة. تمام، تخش الدخلة اللي بعديها على طول، وهتلاقي اليافطة عليها مكتوب منطقة تجنيد وتعبئة اسكندرية. دي بالنسبة زي ما قلت لحضرتك كل الشباب، على ما اظن كده اسكندرية وضواحيها، يعني لحد دمنهور كده بيجي تابع لمنطقة تجنيد اسكندرية. دي المرق ده يعتبر المركز الرئيسي بتاع تجنيد اسكندرية. هيقابلنا مدخل دلوقتي جاي اهو، ده مدخل منطقة العمرية. تمام، لو دخلت المدخل ده ومشيت حاجة بسيطة قوي قدام، هتلاقي شارع يمين رئيسي. الشارع ده اللي فيه اسم العمرية، اسم شرطة العمرية. اهو المدخل ده، هو ده يعتبر ايه، يعتبر المدخل بتاع منطقة العمرية. وادي فاتحين برضو فتحة تانية اهو، ممكن ايه، ممكن تخش منها. تمام، اهو الشارع الرئيسي اللي على اليمين ده، على اوله نصب تذكاري اهو، الشارع اتجاهين. لو دخلت قدام شوية تلاقي اسم شرطة العمرية على ايدك اليمين. وادي برضو فاتحين فتحة تانية. هي منطقة العمرية منطقة شعبية،
مش منطقة راقية يعني ولا حاجة. هي دي أول منطقة بتقابلها من بعد ما بتخش، من بعد ما بتعدي بوابات اسكندرية. تمام، وهيقابلك بنزينة اهي، بس دي لازم تكون دخلت بقى ايه، دخلت في طريق الخدمات مصر البترول. تمام، فيها سولار وفيها غاز وفيها بنزين، فيها خدمات متكاملة، ثلاث أنواع وقود موجودين فيها. بعديها مباشر بتطلع بقى كوبري العمرية اللي جاي ده. كوبري العمرية ده كان ضيق زمان، يعتبر ايه، وسعوه يعني وضربوا المساحة في اتنين، هو كان حارتين بالظبط، دلوقتي عملوه 4 حارات زي ما حضراتكم شايفين كده. هو كان الحارتين اللي على الشمال اللي احنا ماشيين فيهم دول، زودوهم حارتين كمان اللي هم اللي على يمنا دول. فكان الاول بتحصل عليه كثافات، ولو ميكروباص واقف بينزل ركاب على اول الكوبري كان بيعمل كثافات، فلما وسعوا التوسعه دي يعني اتحلت ايه، اتحلت المشاكل بتاعه الكثافات بتاعه الكوبري زي ما حضراتكم شفتوا كده. ادينا طلعنا الكوبري ونزلناه زي الفل، مفيش ايه، مفيش اي مشاكل. مجرد ما تنزل من كوبري العمريه، هفترض ان انت رايح مطار برج العرب او رايح منطقه الكينج او رايح الساحل، تمام، ووصلت لحد النقطه دي، مالناش دعوه بقى باللي ورا، انت وصلت لحد النقطه دي ورايح الاماكن سالفه الذكر دي، الكافوري، الكينج هيلتون، كينج رانش، فندق افريكانا، مطار برج العرب، الساحل الشمالي، كل الكلام ده هتعمل ايه؟ هيقابلك دلوقتي بعد عده مئات من الامتار، يعني بعد بتاع 200 متر ولا 300 متر هيقابلنا كوبري على اليمين، هنوضحه برضه. اهو الكوبري اللي على اليمين ده هو ده اللي يدخل على ايه، على استاد الجيش المصري، على برج العرب، مطار برج العرب، هيلتون كينج رانش، الساحل الشمالي، كل ده يطلع من هنا، الكافوري، كل المناطق اللي قلنا ايه، اللي قلنا عليها قبل كده. وفي يوتيرن قدامه اهو لو عايز تلف وترجع. تمام، ده اول ايه، اول مخرج من المخارج الرئيسيه اللي بتقابلك. وعلى شمالنا برضو هتلاقي بنزينة موبيل فيها انظران وجنبها ماكدونالدز. تمام، مجرد ما بتعدي كوبري بتاع دخلة برج العرب، هيبقى بعديها على يمينك قرية هاني للمشويات. هتيجي دلوقتي تظهر معانا. انا ليه بقول عليها مش للتعريف بيها، لا، في الاساس ان بعديها على طول في كوبري تاني زي بتاع البرج ده. تمام، بعد هاني مباشرة اهو، هو ده بيوديك على فين؟ بيوديك على العجمي والساحل الشمالي، بس الكوبري الاولاني افضل للساحل الشمالي طبعا. الكوبري ده بيدخلك على منطقة ال21 اللي هي تبدأ الساحل الشمالي من اوله، من يعني من ال21 وابو تلات وكلام من ده. انما انت لو رايح الساحل الشمالي من بعد كرير، لا، يبقى الكوبري الاولاني هو ده اللي تاخده، انما الكوبري التاني ده اللي رايح مناطق البوتاج والهانوفيل ومزغاو وكل ال21 وشاطئ 6 اكتوبر، شاطئ النخيل، وكل ايه، كل المناطق، وابو يوسف. تمام، كل المناطق دي تركب الكوبري التاني اللي هو ايه، اللي كان بعد هاني مباشره. عشان كده انا قلت لكم ايه، خلي بالك ايه، قريه هاني هتبقى على يمينك بعديها بايه، مفيش، ب 50 متر طلعت الكوبري، فانت لو كنت شادد شويه مش هتلحق ايه، مش هتلحق تاخد يمين وتطلع. ونستمر ايه، نستمر على طول لحد ما نلاقي معلم اخر او مخرج اخر نقول عليه. في على اليمين الكاوتشاجي ده بتاع كاوتش كويس، مش وحش بصراحه، وبيشتغل كافه الاحجام ابتداء من الملاكي لحد النقل التقيل. واغلب بقى اللي على يمين زي ما حضراتكم شايفين دول مصانع بقى، على توكيلات، على مخازن، على كلام من ده يعني. وهيقابلنا دلوقتي بنزينة موبيل فيها سيركل كي، وبنزينة محترمة، العدادات بتاعتها محترمة، تحس كده ان ايه، الوقود بتاعها فيه بركة شوية، مش عارف ليه، انا ما بعملهاش دعايه بس عن تجربه يعني. تمام،
تمام، هي البنزينه دي وجواها سيركل كي لو عايز ايه، لو عايز حاجه منه. ده اخر ايه يعتبر، وفي تولد كويس يعني، تمام. ما اعتقدش ان في سيركل كي تاني جاي قدام خلاص يعني، ده اخر سيركل كي ممكن ايه، ممكن ان انت تقابله. بعديه على طول في جمله ماركت، جمله ماركت اللي هو يعتبر فتح الله يعني، من ضمن ايه، من ضمن السلسله حاجات بيسموها فتح الله، جمله ماركت وجمله ماركت بس. لو عاوزت برضو ايه، لو عاوزت تشتري حاجه كلام من ده، بعد جمله ماركت مباشره بتلاقي بنزين تشيل اوت دي، احيانا بيقف عندها لادار الناحيه الثانيه، بيحط اللادار على السور تمام، يصور من غير كمين وتبقى تجيلك على الرخص عشان مرور مرغي من المكان بتاعه اهو على شمالنا بس في الاتجاه المعاكس، تمام. فاحيانا كتير بيحط اللادار على السور هنا. وفيها اهو، فيها مسجد وفيها ماكدونالدز، تمام. عدينا، والعماير اللي في ظهرها دي مدينه الفردوس بتاعت القوات المسلحه، زي ما سكن الضباط كده بتاعت اسكندريه، تابعه برضه للقوات المسلحه، عاملين لها بوابه وكلام من ده، اسمها الفردوس. بعد كده يا جماعه هنقابل دخله المستعمره، الدخلة اللي جاية دي، المنطقة دي عموما اسمها المستعمرة. على الشمال الناحية التانية الساحة بتاع التوكيل MSC اللي هو التوكيل ملاح، ودي هي دي دخلة المستعمرة، منطقة شعبية برضو. المستعمرة دي موجودة هنا على الطريق الصحراوي، وتعلمها زي ما قلت لحضراتكم في وشها الناحية التانية توكيل الملاح اللي هو الساحة بتاعته يعني بتاعت MSC. بعد المستعمرة يعني مباشرة، ما فيش يعني بتاع 400-500 متر كده، هنلاقي دلوقتي جاي علينا الكراري اللي هو زي هاني وخطاب والكلام ده، بس اكله كويس يعني من الناس اللي من الكرة المتميزة يعني، ايه ان ناس كتير بتشكر فيها. واحد الكراري، اتنين لان هو في جراري موجود في طريق كافوريا قدام هيلتون كينج رانش الناحيه الثانيه. حتى نلاحظ اهو ايه، عنده كثافه عربيات واقفه اهي. فطالما في كثافه عربيات كده يبقى حاجته ايه، حاجته كويسه. الناس ما بتتلمش على حد لما يكون الحد ده يعني ايه معقول، مش وحش. بعد الجراري هتلاقي في بنزينة توتال اهي جاي على اليمين، فيها سولار وفيها بنزين. احنا برضو بننوه على محطات بنزين على اساس لو حد ايه مستك واتفرج على الفيديو يعرف ان في بدل المحطة 2 و3، ما يبقاش ايه ماشي لايس، يعرف ان بعد البوابة مثلا في كذا. زي الناحية التانية احنا عملنا فيديو قبل كده من كارفور محرم بيه بوابات اسكندرية، كان في حوالي 9 محطات بنزين مثلا في ال 20-30 كيلو دول، تمام. بنوضح برضو احنا الفيديو ده الاتجاه المعاكس بقى، من بوابات اسكندرية لحد ايه، لحد كارفور محرم بيه. ونوضح بقى الحتة اللي جاية دي، عشان الحتة اللي جاية دي فيها ايه، فيها يعتبر مخرج، تمام. هيقابلنا قدام شوية كوبري. الكوبري ده لو انت خدت من جنبه يمين ورحت واخد شمال تخش على منطقة وادي القمر، وادي القمر ومرغم، واللي رايح بقى المكس، اللي رايح الدخيلة، اللي رايح الأباري، الورديان، كل المناطق دي يعني بيبقى أقرب له ان هو يخش من وادي القمر. وفي لادار، في لادار قبل الكوبري ده، تمام. ده يعتبر اللادار الوحيد اللي ثابت من بعد بوابات اسكندرية لحد كارفور، هو ده يعتبر اللادار الوحيد الثابت اللي موجود، بخلاف اللي احنا قلنا عليه اللي هو قدام تشيل اوت، اللي هو قلنا بيحطوه ويصورك وما يوقفكش ويجيلك على الرخصة، تمام. بس ده مش ثابت يعني ايه، بيتحط وبيتشال. انما اللادار اللي جاي ده، اللادار اللي جاي ده ثابت. والناحية التانية في أخوه،
يعني هما الادارين في وش بعض في الاتجاه ده وفي الاتجاه المعاكس. حتى بتلاحظ اهو ايه كله بيبدأ يحط فرامل النقل التقيلة، اهو بيرعش فرامل، واللي قدامه نفس القصة. عشان ايه؟ عشان كل اغلبهم السواقين طبعا عارفين اللي ايه، عارفين مكان الادارة. اهو الادارة على اليمين اهو، النقل بس اللي على يمين ده مداري شوية، تمام. ده بيصورك في كل الاوضاع، يعني حزام بقى، سرعة، بتاكل، تمام. بيصورك في كل الحالات دي. بعد الادارة على طول في توكيل هاينداي، للي معاه عربية، اي عربية هاينداي من اي يعني اي فئة من فئات هاينداي، وبيجي صاين مركز الصيانة بتاع هاينداي هنا. هو الوكيل هنا اللي على اليمين. هو دي دخلت بقى وادي القمر، تخش كده يمين ما تطلعش الكوبري، ومن نص الكوبري كده تاخد شمال تخش على منطقة وادي القمر للمناطق سالفة الذكر اللي احنا قلناها قبل كده. اللي رايح اسكندريه بقى ما يخشش الدخله اليمين دي، ويطلع معانا ايه، ويطلع معانا الكوبري اللي احنا طالعينه ده. اول ما بتنزل من على الكوبري ده بتلاقي مجمع البترول على ايدك اليمين، تمام. برضو في لادار متحرك احيانا بيقف عند مجمع البترول، يعني اهو مجمع البترول على يميننا، شايفين شويه الزرع اللي الخضر الجمال اللي جايين دول اللي زارعينهم قصاد مجمع البترول، بتلاقيه مستخبي ايه، مستخبي جوه الزرع ده، تمام. يعني تحديدا في المكان ده مثلا تلاقيه قاعد في الجنينه دي، ناصب اللادار ده. لادار متحرك، يعني ايام بيقف وايام ايه وايام ما بيقفش، تمام. وتلاقي الكمين ايه، الكمين قدام شويه هنا عند اليوتيرن اللي جاي ده، فيه دي يوتيرن اهو، تلاقي الكمين منصوب عند اليوتيرن ده، بعد اليوتيرن بحاجة بسيطة، تمام. وعلى شمالك بنزينة وطنية، يعني في الأغلب الكمين بيبقى قصاد بنزينة وطنية بس الناحية دي برضه إيه، تبقى يعني عامل حسابك وعامل احتياطك إن إيه، في التأني السلامة وفي السرعة الندامة. ربنا يسلمنا جميعا بإذن الله. هيقابلك كوبري بقى ده اللي احنا طالعينه ده، ده ما فيش من جنبه حاجة، يعني ولا ايه، ولا من جنبه حاجة، ولا من بعده حاجة. هو ده بس عشان ايه، عشان الملاحات اللي تحتينا دي ممتدة تحته، فهو على ما اذكر كده ان اسمه كوبري ابو الخير حاجة كده، تمام. انما هو ما فيش يعني ايه، ما فيش اي معلم حيوي يقابله او تحتيه مثلا ولا بتاع، ما فيش حاجة. بص، وانت نازل من على الكوبري الاخير ده بالذات، يعني تركز فيه، تمام. في مطب جامد، يعني لو جاي لوحدك وبتجري، تمام، المطب ده هيأذيك. اهو المطب اللي جاي ده، المطب ده عبارة عن ماسورة كبيرة بتاعت اللي هي ماسكة من الجنبين، ماسكة الملاحات دي من الجنبين، فطبعا الماسوره بارزه، ولما جم عملوا الاسفلت ايه ما ادوهاش الاسفلت حقه، يعني فبتضطر ايه تطلع وتنزل كأنك طالع ايه مطلع. اهو المطب ده هو مش باين قوي معانا عشان احنا ماشيين بسرعه بطيئه. اهو المصرف اللي جنبنا ده، تمام، وادي ايه بننزل من عليه اهو. ده مدخل ابيس، مدخل اللي هي بيقولوا عليها مش عارف السبعات ولا الثمانيات حاجه كده. يعني كنت بروح لميكانيكي جوه بس من زمان قوي. فالمطب ده تخلي بالك منه عشان لو انت جاي ماشي 100 120 ولا بتاع، لا هتطلع تتهبد في الطلعه وفي النازله، فممكن مع الطلعه والنازله دي تفقد اتزان العربيه، تمام. فكل الناس ايه، لو قدامك عربيات هتلاقي ان لاحظ اغلب ايه، اغلب السواقين بتهدي عليه، انما هي القصه انك تكون جاي بالليل مثلا متاخر ومفيش قدامك حد فما تلاحظهوش، فتطلع تتهبد ايه، تتهبد عليه. ربنا يسلم الجميع. بعديها بشويه يا جماعه برضو ايه، بس بعديها يعني بحبه، يعني بتاع مثلا 2 3 كيلو كده، تمام. دول ما كانش فيهم حاجه، فعشان كده ايه حذفناهم من الفيديو، لان ما فيهمش اي معالم. الملاحات على يمينك، فمش هنصور لكم يعني الملاحات على اليمين بدون اي معالم فيها.
تمام، هيقابلك يافطه اهي بتقول لك ابيسي مين، طريق اسكندريه الزراعي رشيد، هيجي لك الدولي الساحلي قاطع السكه بالعرض قدام. قبليه على طول في مطب اخو اللي فات، بس ده اخو الكبير، اللي فات اعتبره صغير واعتبر ان ايه ان ده اخو الكبير. ادي مدخل ابيس جاي على اليمين اهي، تمام. بعد ما ده اهو ده اللي على اليمين ده، زي ما العربيه داخله كده، ده مدخل ايه، مدخل ابيس، تمام. بعد مدخل ابيس على طول ادي مخرج برضو، ايه ده برضو مخرج اللي خارج من ابيس، ده المطب اللي بقول لكم عليه. هم رقعوا حته فيه، بس بقى ايه بقى اسوأ من مكان، يعني كان الاول اهون شويه، تمام. ده انت لو جاي على سرعه برضو ايه، الله اعلم، لو عربيتك تعبانه شويه ممكن يكسر لك حاجه، ايه حاجه في العربيه، ربنا يسلم، ايه يسلم الجميع زي اللي فات. بس زي ما قلت لحضراتكم، ده الكبير واللي فات الصغير، تمام. ادي الدولي الساحلي اهو قاطع السكه بالعرض، المدخل الاولاني اللي هو قبليه يوديك رشيد ودمياط بورسعيد المنصوره جمصه بلطيم ايدكو، كل ده من المدخل ده، تمام. مجرد ما عدينا المدخل ده هنلاقي الدولي الساحلي قاطع اهو، المدخل المباشر اللي بعد الدولي الساحلي اللي بعد يعني نخليه فوقينا ده هيوديك اتجاه برج العرب، تمام. للي رايح مطار برج العرب الساحل الشمالي، مدينة برج العرب ده المطلع اللي هو اللي ايه اللي جاي ده. وبكده نبقى وصلنا عند دخلة اسكندرية او عند كارفور اسكندرية. هو زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو ما خدش وقت، حوالي 20 دقيقة، وقول قطعنا دقيقتين ثلاثة، يعني من بوابات اسكندريه لكارفور اسكندريه حوالي مثلا 25 دقيقه، تمام. لما بيبقى الطريق ايه، بيبقى الطريق سلس وماشي، ما فيهوش اي مشاكل يعني، تمام. هنقفل الفيديو، بس هنقفله بعد ما نكسر شمال. احنا عشان تخش كورنيش اسكندريه بتكسر شمال، اول شمال جاي ده تكسر من عنده، لو كملت على طول ده دائري اسكندريه، يعني هتبقى ماشي خلف مدينه اسكندريه. لو انت رايح بقى 45 ابو قير المنظره سيدي بشر من ورا اللي هي الراس السوداء والساعه والكلام ده تنك على طول، انما لو انت رايح كورنيش اسكندريه او مناطق سموحه بقى وسيدي جابر والكلام من ده هتكسر شمال اهو، وهيبقى كارفور سيتي سنتر على ايدك الشمال، تمام. وبكده نبقى ايه، نبقى وصلنا ايه لمدخل اسكندريه. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبك اشترك في القناة ودوس لايك وفعل الجرس، وقولي في الكومنتات عجبك ليه وما عجبكش ليه، ولو عندك اي تعليق ايجابي او سلبي قولهولي عشان نحاول نعدل من انفسنا ونعدل من الفيديوهات اللي جاية، ونوضح الميكروباصات اللي واقفة على اليمين دي بتروح حتت مختلفة في اسكندرية، بس هو مش موقف رسمي، تمام. وهو موقف عشوائي كده، بس ايه بيجي يقفوا هنا عشان هنا مفيش موقف رسمي ومفيش يعني مفيش مواصلات بتيجي كتير هنا. فكارفور على ايدينا الشمال، الناس اللي بتشتغل في كارفور او اللي جاي كارفور بس ما معهوش عربيه ومش في امكانه يركب تاكسي ولا اوبر ولا كلام من ده، تمام، بيتصرف ويجي، وهو خارج بيلاقي بقى الميكروباصات دي بتروح المنظره، بتروح سيدي بشر، بتروح المنشيه، كلام من ده. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. وادي اتوبيس نقل عام عامل شبوره، نتمنى من اداره النقل العام ان هي تظبط اتوبيساتها شويه، ارحمونا يرحمكم ربنا، وشكرا للجميع.